الله الرحمن الرحيم، بناء على توجيه معالي السيد وزير الداخلية المحترم وتوجيه السيد اللواء نشأة الخفاجي مدير عام الهوى المدنية والجوازات والإقامة، تم هذا اليوم على بركة الله إقامة مأدبة إفطار بحضور كافة ضباط المديرية، التنسيق مع مؤسسة الأيتام السندس الإنسانية لرعاية الأيتام. حضور أكثر من 150 عائلة أيتام وكذلك حضور ضباط المديرية. الحمد لله تم كذلك أخذ كافة نواقص معاملاتهم وسد احتياجهم، وسيتم تقديم هدايا بالتوجيه من السيد معالي وزير الداخلية المحترم. طيب، يعني شكر عليها المبادرة طيبة تخدم العوائل المتعففة، خاصة بالذات العوائل المتعففة. أنت اليوم منو جاياك؟ أنا بنتي جاية. عندها أيتام؟ نعم أيتام. عندها إجراءات بالمعاملة، يعني نقص مال الجنسية أو الجواز؟ هم بادروا بهالشغلة هاي، قالوا أي واحد عندنا نقص نكمل معاملته وجاهزين حتى جواز سفر. يعني مبادرة ينشكر عليها، وايد ينشكر عليها. باشرنا هذا اليوم بدعوة مأدبة إفطار لعوائل الأيتام والعوائل المتعففة في محافظة البصرة. العوائل اللي اختاريتوهم يعني شلون الطريقه؟ عن طريق مع التعاون مع مؤسسات الايتام في محافظه البصره، مؤسسه السندس وباقي المؤسسات، واكمال واجراء اكثر من 200 يتيم وعوائل متعففه ما يقارب 100 عائله. طلبنا كافه مستلزمات اللي في دوائرنا اللي يحتاجوها من بطاقه وطنيه، جواز سفر، بطاقه سكن، تبسيط وتسهيل الاجراءات لهم. طبعا وجود كسوه للعيد، كسوه رمضان الى اخره من الهدايا اللي يقدمها المديريه في محافظه البصره. رمضان كريم عليكم. والله المبادره هاي كل زين، ونشكر كل من ساهم بهاي المبادره، ونطول بعمره يعاين على الفقراء وعلى الايتام، وكل احنا ان شاء الله نتشكر من عندهم، يعني ما نعرف شلون نتشكر. انت شنو عندك ايتام؟ عندي ايتام. معاملاتهم كملت فيها مال جناسي؟ انا والله سويت جناسي لهم، ظليت بس انا. هسه سالت المدير قال تعال لي بدون حجز، يعني راح يسهلون لك ان شاء الله. نشكره كلش، اشكره انا، طول بعمره ان شاء الله. راح يسوي لك معامله ان شاء الله، قال لي تعاي وما يصير خاطرك الا طيب. شو يسوي لي المعامله مال الوطنيه؟